يا ماما يا حبيبي قول يا حكيم شو بعمل؟ مش عم بيقبل يفتح تمه. عمو حبيبي قول طيب طيب عمو قول مش عم بيقتنع يفتح تمه. يا حبيبي ماما يلا قول لا يعرف يشتغل الحكيم. يلا قول طب قول خا. يلا ماما شو هالصبي هيدا يا مدام؟ شو هالمربى؟ صرنا عارضين علي كل احرف الابجديه ولا حرف فتح له تمه. ما فيي اشتغل يا مدام اذا ما فتح تمه. خليني جرب احكي صيني. ايه لانه ابني كثير بحب فلون كاراتي. ماما يلا قول ويا. ما فتح حكيم. طول بالك الصبي اول مره بيسمع صيني. ماما قول تشينشا. يلا ماما. ايه ما فتح. كيف بدك ياني اشتغل؟ طب يا حكيم ما فيك تشتغل بفرد ايد؟ بلا فيي اشتغل بفرد ايد، بس رح يقطش لي اصبعي. آه يا 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 رح موت من الوجع. ولك حاجة تشد يا عمو، حاجة تشد. يا ماما بليز افتح تمك، افتح تمك بس تشيل اصبعه الحكيم. طبرني. يلا ماما يلا قول